احنا نبدي المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ذيش المحاضرة حكينا على موضوع الدبل انتجرال. دبل انتجرال اخذنا احنا التكامل المزدوج، وقلنا اذا عندنا شريحة، فرضا شريحة دي اي، دي اي هي شنو؟ قلنا عبارة عن دي واي في دي اكس. هاي دي اي كشريحة اريا من المساحة، يعني ناخذ قطعة صغيرة من المساحة واريد اشيك المساحه، احسب المساحه كلها، اسوي لها تكامل للاريا. الدي اي هي عباره عن منها سترب باتجاه الاكس اكسس دي اكس في الدي واي. فمن اريد اكامل هاي المساحه، اكامل الدي اكس لحدود اللي منطينا اياها من قيمه الى قيمه، مثلا الاكس اكسس من على معور اكس من اي الى بي، وباتجاه الواي اكسس من السي الى الدي. وقلنا هسه فرضا لو كان عندنا هاي معادله نريد نكاملها، فالدي اي هي دي واي في الدي اكس. بس قلنا دائما انا من اكامل من الداخل، ابدي من الداخل بعدين اطلع للخارج، يعني اكامل للدي واي، للواي اكامل، والناتج اكامل للاكس. فمن اخلي المحدد مال التكامل مالتي اعرف انه هذا التكامل الداخلي هو خاص بالواي، فلازم اخلي حدود الواي، حدود الواي، لانه انا هنا انا الواي بالداخل، فالتكامل الداخلي همين ايضا يصير للواي. فحدود الواي هنا من صفر الى واحد، بعدين الخارجي دي اكس، فقيمه التكامل الخارجي ايضا يصير للاكس اكسس. قلنا من اريد اقلب التكامل، اقلب المتغيرات، يعني هسه دي واي دي اكس اريد اسويها دي اكس دي واي يصير اي، ممكن اقلبها، بس لازم ايضا اقلب الحدود مالتها، لان هنا الواي دي واي حدوده من السي للدي صاير بالداخل. من اطلع الواي للخارج، طلعت هنا للخارج، السي دي هم لازم اطلع على الخارج، واضح؟ فهنا هنا كامل بدايه للواي والناتج كامل للاكس. هنا لاحظ كامل للاكس، فخلي قيم الاكس اللي هي من اي الى بي، والناتج كامل للواي. فدائما اشتغل بالتكامل من الداخل واطلع للخارج، الناتج اطلع للخارج تكامل. هسه ناخذ هذا المثال. Use a double integral to find the volume. استخدم التكامل المزدوج لإيجاد الحجم the solid of the solid that bounded above by the plane، محصورة بخلال هذا plane، and below the rectangular R، أسفل مستطيل اللي محصور القيم مالته الاكس اكسس بين الصفر والواحد، والواي اكسس محصوره بين الواي قيمه الواي العفو قيمه الاكس محصوره بين صفر وواحد، والواي محصوره بين الصفر والاثنين. عندنا هسه الاثنين مالتنا هو 4 ناقصا اكس ناقصا واي. من اريد اكامله لازم اكامله حسب ال حدود التكامل اللي منطينا اياها. الاكس حدودها من الصفر للواحد، الواي حدودها من الصفر للاثنين. زين، انا دا كامل الدي اي كشريحه اريا دا كاملها ضمن محصوره ضمن بلين معين على مود اطلع الحجم مالتها. اني الدي اي قلنا قيمتها هي عباره عن دي اكس في الدي واي، الدي اي هي دي اكس في الدي واي. فاذا خليت الدي اكس في الدي واي بالبدايه، فاكامل للداخل، ارجع واكرر انه ان تكاملنا للداخل، من نطلع ناتج التكامل مال الداخل نطلع للخارج. الان ايش عندي اني؟ عندي قيمه الدي اكس بالبدايه لازم اكاملها للدي اكس، اولا اكاملها للدي اكس. فالتكامل الداخلي لازم حدود الاكس اكسس، محور الاكس يتحرك من صفر للواحد، فحدود تكامل قيمه اكس من الصفر للواحد، من الصفر للواحد حسب ما منطينا يعني انا. الدي واي بالخارج، فالتكامل الخارجي هو مال قيم واي من الصفر للاثنين، هاي من الصفر للاثنين. فابدي اجي اكامل اطلع الناتج مال تكامل هذا القيمه مال دي اكس، من اطلع الناتج مالها اجي اكامل ناتج مال للدي واي. فهسه اكامل للاكس، تكامل 4 للاكس و 4 اكس، تكامل الاكس للاكس يصير اكس تربيع نضيف له الاس واحد ونقسم على الاس الجديد، وهذا الواي يعتبر ثابت، بدا كامل الاكس اضيف بس اكس.
حدود تكامل مال اكس من الصفر للواحد. هسه اضيف قيمه واحد بعدين اضيف قيمه الصفر انقصها من عندها يطلع عندي هاي القيمه. من طلعت عندي هاي القيمه اللي هسه من واحد يبقى نفس الشيء يبقى يعني أربعة في واحد يبقى أربعة والاكس تربيع يصير يعني قيمته واحد تربيع نصف والواي اكس شو يصير عندي واي لانه قيمه الاكس واحد ادي هنا بس أربعة ونصف يعني مع اساس أربعة ونص اللي هو قيمته أربعة ناقص النصف يصير ثلاثة ونص يعني سبعة على اثنين بالضبط. فبقى عندي سبعة على اثنين ماينس واي اكاملها سبعة على اثنين ماينس واي اكاملها للدي واي بقى عندي بس الدي واي اكاملها الدي واي تكاملها انه بس من واي لين ثابت وهاي يصير واي تربيع على اثنين حدود التكامل مالتي من الصفر لاثنين هاي من الصفر لاثنين اعوض اثنين بعدين الصفر وضع قيمته. ماكو صورة سوداء اكو ماكو استاذ الموجودة يا الصورة عندي طالعة هاي اللي موجودة باللون الاحمر مأشرة موجودة عندك كان هسه ضيعت ايه موجودة استاذ واضحة اني موجودة يمي باللون الاحمر بلا زحمة عليكم سدوا المايكات خلينا نكمل محاضرة هاي شوية انتبهوا رجاء هسه من اريد احسب الاريا انت هاي كل هالهوتيل من اريد ابي اكامل الاريا عندي هسه هاي شريحة اخذ سترب شريحة اريد اكاملها اريد اكاملها باتجاه شكرا دكتور هسه واضحة الصورة شكرا اريد اكاملها باتجاه الواي وباتجاه الاكس قلنا الدي اي هي الشريحة مال اريا عبارة عن دي واي دي اكس لانه يعني بعد الواي في الاكس دي واي في الدي اكس انا دائما ابدي بالتكامل من الداخل ابدي التكامل الداخل الى الدي واي اشوف الواي تغيرها من لوين الواي من تغير لوين الواي اللي هي الفيرتيكال العمودية تتغير من هذا الكيرف الى هذا الى هذا انتي واضح الى هذا هذا اذا كان عندي ضمن قيم غير محددة ضمن دوال مثل هاي الدي واي الدي واي محصورة ضمن دالة من هذا الكيرف معادل هالكيرف الى معادلة هاي الكيرف فالدي واي يتحرك باتجاه الفيرتيكال تمام ضمن هاي الدالة من هالقيمة الى هالقيمة ف ايش حيتحرك حيكون من قيمة واي 1 الى واي 2 هذه الواي 1 هي دالة للاكس جي اوف اكس دالة للاكس جي اوف اكس هاي اكس واضح هاي الواي 1 جي اوف اكس هاي قيمة واي 1 دالة للاكس الى واي 2 جي اوف اكس جي 2 اوف اكس همين هاي واي 2 هم دالة للاكس فدائما المتغيرات اذا عندي محصورة ضمن متغيرات ابدي بيها يعني ابدي بالدي واي لانه محصورة ضمن قيم متغيرة ضمن هذا الكيرف الى كيرف اخر فابدي بالمتغيرات بعدين الاكس اكسس محصورة هاي محور الاكس محصورة من قيمة بالاتجاه الافقي يتحرك الشريحة محصورة من قيمة اي الى بي من اي الى بي كملت التكامل لاتجاه الواي اجي اطلع الكامل للاكس الاكس اشوفه ده يتغير هاي باتجاه الافقي مين لي وين يتغير مين يبدي من هنا يروح لهنا هاي الشريحة منها تبدي هنا فتبدي من هالقيمة اللي هي قيمة الاولى الى هاي الاي الى حد قيمة بي تغير مالتها من الاي الى بي هذا بالنسبة للدي اكس واضح بالنسبة للدي اكس دائما انا اذا عندي دالة داردة كاملها المتغيرات ابدي من كاملها اذا محصورة ضمن خط او ضمن كيرف يعني ضمن معادلات معينة ابدي احل التكامل اللي محصورة ضمن المتغيرات يعني المتغيرات ابدي اكاملها بعدين الناتج اكامله للكونستانت وطلعها واضح لو لا يعني هسه هاي محدودة من هنا من هاي اللاين او النهاية كيرف الى هاي الكيرف هاي المتغيرات فابدي اكامل باتجاه الواي بعدين اكامل للاكس لان الاكس قيم كونستانت زين اذا عندي هسه داله معرفه باتجاه الواي ومتغيره باتجاه الاكس فش اسوي
اجي هنا اكامل للاكس اولا للاكس. ليش؟ لانه هنا متغيره، تبدي باتجاه الاكس قلنا افقي، تبدي مين؟ من حدود هذا الكيرف وتنتهي بحدود هذا الكيرف، فتبدي لو كان الدي اكس هي متغيره، هاي الدي اكس تحرك في الاتجاه هذا الدي اكس بالاتجاه الافقي، محصوره بين هذا الكيرف، هذا الكيرف الدي اكس محصوره، هاي الدي اكس تحرك من هنا محصوره بين هاي الكيرف هذا وهذا الكيرف الاخر. فهذا الكيرف هو قيمه الاكس 1 اللي هي داله الواي فانكشن، از الاكس 1 از ا فانكشن اوف واي، فهاي من اكس 1 اللي هي تعتبر داله المن للواي الى اكس 2، هذه هاي قيمه الاكس 2 اللي هي داله ايضا للواي، هاي الاكس 2 هاي قيمه اكس 2. فاول ما ابدي اكامل للاكس للمتغيرات، هذا تكامل داخلي للمتغيرات، الناتج مال التكامل اكاملها للواي، الواي محصوره هم يعني ضمن ثابت، هذا قيمه هاي الثابت من سي، الواي قلنا يشتغل على الفيرتيكال، يبدي من السي قيمه السي هذه الى قيمه دي وكامل اكملها. قيمه الواي، الواي هو العمودي الفيرتيكال، تبدي من هالقيمه الثابته السي تنتهي بالدي، هذا ابدي اكامل للمتغيرات بعدين بالثابت، هذا حكي ايجاد المساحه المحصوره بين الدوال، دائما ابدي بالمتغير بعدين اطلع للخارج للقيم محدوده الثوابت. ناخذ كمثال عندنا هاي حساب هاي الداله، الداله شو يقول لي؟ يقول لي انه هاي الداله محصوره بين من بين من؟ بين هذا الكيرف اللي هو عباره عن واي يساوي لنا اكس تربيع، هذا اللي رسمه هذا واي يساوي لنا اكس تربيع، والكيرف الثاني اللي هو واي يساوي لنا اكس. زين هسه هذا التغير باتجاه الواي لو باتجاه الاكس من تجي من هنا الى هنا تصعد، حيصير اتجاه الواي اكسس، هاي باتجاه محور واي اللي هو العمودي، حتبدي تتغير من هاي القيمه الى هاي القيمه متغيره، فابدي شنو بالدي واي، الداله مالتي واي تربيع ينطينا اياها في الاكس، فابدي بالدي واي، الدي واي يتغير من معادله هذا الكيرف الى معادله هذا الخط المستقيم، معادله الكيرف هاي شنو؟ هاي يعني واي 1 واضح؟ وهاي واي 2 او بالعكس، هاي واي 1 وهاي واي 2، يعني هذا المعادله هذا شوف معادله هذا الخط، تبدي من واي رقم 1 الى واي رقم 2، واي 1 ايش قد قيمته؟ واي 1 هو اكس تربيع، هنا واي ايش قد هنا قيمته؟ هنا قيمه واي قيمته اكس تربيع، هنا واي ايش قد قيمته؟ قيمته اكس، من اكس تربيع الى اكس، هاي بالواي باتجاه الاكس قد تغير من هنا لهنا، من تبدي من الصفر هاي باتجاه اكس اكسس اللي هو اتجاه الافقي الى هذه، شلون اعرفها؟ هاي نقطة التقاطع، نقطة التقاطع ايش قد؟ اساوي المعادلتين اقول واي 1 واي 1 يساوينا واي 2، يعني اكس يساوينا اكس تربيع، فيصير اكس تربيع شو يساوي لنا؟ ناقص عن اكس يساوي لنا صفر، اكس ناقص عن واحد، فاما اكس صفر او اكس يساوي لنا واحد، فعرفت نقطه التقاطع اما هنا صفر اكس صفر او اكس واحد، فاذا الاكس صفر هنا الواجهه قيمته هم صفر، الاكس تربيع واحد واي زائد قيمته واحد، فاعرف نقطه التقاطع بين الكيرف هذا والمستقيم صفر صفر واحد واحد، فعرفت من خلالها ان حدودها بين من وبين من؟ هنا
صفر صفر وواحد واحد، فعرفت التغير مال X من صفر إلى واحد. هاي من صفر إلى واحد طلعت حدود من خلال نقاط تقاطع بين الكيرف والمستقيم. هسه إذا أريد أقلبها، أريد أقلبها، أخلي X المتغير الأول بعدين Y، فمعناته الدالة ما هتحرك. هسه أول شيء الدالة، أول شيء DX، DX ما هيجي يتحرك، هيتحرك DX من هذا الخط المستقيم إلى هذا، واضح ولا لا؟ هنا X قل قيمته، هنا X، هذا الاكس هنا قيمته اكس يساوي نواي، يعني اكس نفسه يساوي نواي، هاي اكس 1 الى اكس 2 هنا، هذا اكس 1، اكس 2 هنا ايش قيمته؟ هنا الاكس ايش قيمته؟ واي يساوي لنا اكس تربيع، فالاكس قيمته جذر واي، هاي الاكس 2. فاذا اردت دي اكس اقول من قيمه اكس 1 اللي هو عباره عن واي، هاي اكس 1 واي الى اكس 2 اللي هو جذر واي. اوكي، نقاط تقاطع مالته هنا نجد قيمه باتجاه الواي اكسس، باتجاه الواي هسه هنا من هاي القيمه الثابته من الصفر للواحد، من صفر الى الواحد، يعني هاي حدود الواي، هاي هنا صفر وهاي الواي الثاني، هذه من هنا الثابت من صفر الى واحد. فاجي اكاملها، اذا اكامل هنا بالبدايه اكامل لمن؟ اكامل للواي، فالاكس اعتبره ثابت، فاكامل واي يصير واي تكعيب على ثلاثة، ومين يتغير من حدود اكس تربيع الى اكس، اجي اعوض بداية اكس بعدين اعوض اكس تربيع، انا اطرحها كملت ساري وراها ساكامل للاكس، من اكامل للاكس اضيف للاس واحد واقسم على الاس الجديد، يصير اس خمسة على 15، لان ثلاثة في خمسة 15، وهي يصير اس ثمانية على ثمانية، ثمانية في ثلاثة 24، حدود تكامل من صفر الى واحد. اما هنا لا، اكامل بداية للاكس يصير اكس تربيع على اثنين، يصير يعني واي تربيع اكس تربيع على اثنين، حدود تكامل من لوين؟ من الواي للجذر واي، هاي تحلوها الى جذر واي، واضح؟ بين قوسين كله دي واي، وهنا يبقى من صفر الى واحد، عوض جذر واي ناقصا عوض الواي، يطلع عندك معادله كلها بالواي، بعدين كامل للواي وطلع قيمه التكامل. هسه عندني هنا هاي الداله اريد نكاملها، منطينا انه هذه الساين واي اكس ساين واي دي اكس دي واي تتغير من صفر الى كوساين واي، فاجي هسه اريد اكامل البدايه، قلنا اكامل الداخل للاكس، من اكامل الاكس الواي ساين واي هاي ايش اعتبرها؟ المتغير الاخر اعتبره ثابت، ينزل كما هو، من العلاقه واضح؟ ينزل كما هو. هسه هذا كامل الاكس، تكامل الاكس هو عباره عن اكس تربيع على 2، هذا التكامل الساين واي اكس تربيع على 2، حدود تكامل مين من كوساين للصفر، عوض الكوساين يصير كوساين تربيع ساين ناقصا صفر، صفر في اي شيء يروح صفر، وابقى هذا. هسه اجي اكامل للدي واي، للدي واي من اكامل الدي واي هذا ايش اعتبرها؟ هاي اعتبرها نفس العمليه، كوساين تربيع واي، يعني كوساين واي كلها تربيع، فاني هذا اعتبرها قوس مرفوع الى اس. ف اذا توفرت مشتقه داخل القوس، فالتكامل مالتها ضيف للقوس واحد وقسم على الاس الجديد، مشتقة الكوساين شنو؟ ساين بالسالب، لازم فلازم اوفر ناقص، واضيف هنا ناقص على مود واضيف هنا ناقص. طبعا النصب تطلع خارج التكامل، ممكن هاي النصب اطلع خارج التكامل يعني ثابت، هو ما عندي مشكله به. فاوفر مشتقة داخل القوس، مشتقة داخل القوس ساين واي هو ناقص ساين، فاضرب بالناقص واضرب هنا برا همي اضربها بالناقص، لانه على مود يقبل ناقص بالناقص موجب. فتوفرت هسه اقدر اضيف للاس واحد واقسم على الاس الجديد، فكوساين تربيع يصير تكعيب هنا، ضيف يصير تكعيب على ثلاثه، ثلاثه وهنا اثنين يصير على سته. عدلوا بالمحاضره ثلاثه اصعب لكم اياها، يعني ارفع لكم اياها، فكوساين تكعيب ثلاثه ناقص واحد على سته،
حدود تكامل من صفر للباي، عوض الباي اللي هو الباي 180 عوضه، بعدين عوض الصفر وطلع قيمة التكامل. هذا مثال آخر إنه احسب evaluate double integral x y d a over the region من المنطقة R محصورة بين y قيمة y هالقد وقيمة ال y الثانية هالقد وال x 2 وال x 4. أنا هسه ضروري يعني أو الأفضل إنه ترسمه من أرسم ال y نصف x وهذا خط مستقيم هذا بالضبط هاي سينون، ومن أرسم الواي جذر x هذا الرسم مالته. من خلال ما عرفت الرسومات عرفت المنطقة المحصورة هذه هاي الاريا، زين أريد أطلع نقاط تقاطع منطينيها، هو منطينيها هسه ما لي تقاطع، هو ما قال لي لو منطينيها مطلقة لازم أطلع نقاط تقاطع، بس هو يقول لي بقيمة عندما تكون x يساوي 2 x يساوي 2 هاي 0 1 هنا انا 1 هاي 2 انا شاخر مستقيم و x يساوي 4 هاي 3 4 هاي x يساوي 4. فاذا هاي المنطقه المحصوره هنا هاي المنطقه ايش قد مساحه هاي الاريا. فاجي هسه قلنا انا اول شيء ابدي متغيرات، متغيرات من لي وين؟ باتجاه المتغير باتجاه الواي اكسس، يعني الدي واي بالبدايه، الدي واي بالبدايه، الدي واي بالبدايه هاي المعادلة. زين الدي واي مين يتغير؟ يتغير من هذا الخط الى هذا المنحني. هذا الخط ايش قد معادلته واي 1 هو اكس اوفر 2 الى هذا القوس ايش قد معادلته واي 2 هذه هو جذر اكس الى جذر اكس. وهذا حسب ما معطينا اياه انه الحدود ثابته مال الاكس اكسس من 2 ل 4 من 2 ل 4. هسه اجي اكامل بالبدايه للواي، اكامل الواي يصير تربيع على 2، تربيع على 2 بس الواي لان الاكس هذا ثابت. اعوض الجذر اكس بعدين اعوض الاكس على 2 واطرحه منه. الناتج اكامل الاكس، اكامل الاكس هنا أنا اضيف الاس 1 واقسم على سجل هنا يصير تكعيب على 3 في 2 6، تكعيب على 6. هذا اس 4 على هنا أنا 4، 4 في 8 32. عوض قيمته من صفر إلى أربعة، عوض الأربعة بعدين العفو من الاثنين إلى أربعة، عوض الأربعة بعدين اثنين وطلع قيمة التكامل اللي يطلع 11 على 6. طلاب أكسون؟ أكسون؟ ساعدنا هنا معادلة شوي هاي انتبهوا السؤال. Evaluate هاي الأريا معادلتها المعادلة مالته دي اي اوفر ذا تراينجل مثلث عندنا منطقة مثلث تراينجل ريجن ار انكلوز محصور بين لاينز واي يساوي لنا هالقد هذا اللاين واللاين الثاني واي يساوي لنا اكس زائد 1 واللاين الاخر واي يساوي لنا 3. هسه اجي ارسم الخطوط مالتي على مود عندي سهلة، ارسم واي يساوي لنا x ماينس 1 شلون رسمه؟ قلنا كلش بسيطه يعني x و y صفر ال x ال y جي يطلع عندي الصفر يطلع عندي y 1 هنا انا عندي 1 1 هنا شو يصير عندي ناقص 1 1 يصير صفر وهكذا وارسم هنا 2 ناقص 1 واطلع قيمته فيطلع عندي هذا اللاين مالتي هذا اللاين y يساوي لنا ارسم من خلال الازواج المرتبه يعني هاي حد الصفر واحد واحد صفر النقاط وارسمها واوزعها واخليها بعدين ارسم اللاين الثاني هذا اللاين الثاني اللي هو واي يساوي لنا اجزاء واحد اللاين الثاني هذا الخط الثالث. الخط الثالث واي يساوي لنا ثلاثه يعني معناته هذا هنا صفر واحد اثنين ثلاثه هذا خط مستقيم. فشيري يريد المساحة المحصورة بين هالثلاث لاينات هنا أنا هنا هاي المساحة هاي المساحة يريد هاي الأريا واضح لهذه المعادلة مالتين الاثنين هذه المعادلة مالته محصورة منها أجي هسه إذا
اخلي مكان دي اي، اخلي قلنا الدي اي هو عباره عن اما دي اكس دي واي او دي واي دي اكس، اخلي دي واي دي اكس. اذا اخلي دي واي دي اكس، الواي يتحرك باتجاه العمودي، شوف حيتحرك من هنا الى هنا، حينشمل هاي انت بدي من هذا الخط الى هذا الخط، هاي المنطقه حينشمل نهايه اخذها ما اخذها، وباتجاه الاكس ينشل من هاي النقطه الى هاي النقطه. بينما لو اخلي مثلا الدي اكس بدايه دي واي، فدي اكس مين يتغير؟ هالاتجاه هذا، الاتجاه الافقي هذا، الاتجاه الافقي دي اكس. فيبدي مين؟ يبدي من هذا اللاين، هذا اللاين شنو معادلته؟ اللاين هذا معادلته، هاي معادلته قيمة ال قيمة الواي. هاي شريد اني هسه اريد الاكس 1 يعني بالدي اكس، اريد الاكس 1 الى الاكس 2، فمن الاكس 1 الى الاكس 2 اللي شو يساوي اكس 2 هنا؟ الواي يساوي اكس زائد 1، الاكس شو يساوي؟ ودي الواحد هنا هالطرف يصير واي ناقص 1، فيبدي من الاكس 1 الى الاكس 2 اذا بدي اكس. الاكس 1 شنو هو؟ هذا، هذا المعادله مال الاكس 1. الاكس 2 شنو هو؟ هذا المعادله مالته. زين الواي قد تغيره؟ الواي تغيره، تغيره من هاي التغير العمودي، تغيره من هاي النقطه اعلى نقطه ايش قد هنا الواي؟ 3، هاي اعلى نقطه واي، يعني يوقف هنا لما يصير واي 3 ينتهي الاريا، ويبدي من نقطه يا هو نقطه التقاطع بين الخطين هذه اللي اساوي قلت المعادلتين واطلع نقطه التقاطع اللي هي هنا واحد، فيبدي من واحد الى 3. فنجي هسه التكامل مالنا ايش حيصير؟ من واحد الى 3 ومن هاي قيمه الاكس 1 الى هاي الاكس 2، وهاي من الواي 1 قيمه الواي الى الواي 2، واي 2 3 واي 1 1 وهاي الاكس 1. شوف هاي طلع اكس 1 1 ناقص واي، هاي 1 ناقص واي، يجي من هذا من هذا المستقيم يمشي يمسح لي هنا ياخذ ده يمسحها كلها يحسب الاريا، ومن هنا يبدي من هنا يصعد لي فوق باتجاه الواي اكسس. زين اذا اخذناه بالعكس باتجاه اخذناه بالطريقه السابقه قلنا شنو اللي هي دي واي دي اكس، اذا حولناها هيك دي واي دي اكس، فالدي واي دي اكس معناته يعني لازم يبدي من هنا لهنا. زين من يبدي من هنا ياخذ بالبدايه ياخذ بس هاي المساحه، ياخذ بس هاي المثلث صح ولا لا؟ يعني يبدي من هذا اللاين ينتهي هنا يوقف بعد هاي ما ياخذه، فلازم اقسم الاريا الى منطقتين، اقسم الاريا شو عين قسمها الى منطقتين سماها الار 1 المساحه الاولى المساحه الثانيه. الار 1 مين تتغير؟ الار 1 مين تتغير؟ قسمها الار 1 تتغير من ناقص اكس زائد 1، هاي سماها الار 1. انتبه لي هذه المعادله مالتها هنا، هنا المعادله واي يساوي ناقص اكس زائد 1، هاي المعادله اللاين هذا، فتتغير الاريا الاولى من باتجاه العمودي هذا الاتجاه من y1 الى y2، هنا y2 هنا y2 ايش قد هنا الواي هنا قيمه y؟ قيمه y هنا 3، يعني قيمه 3 y2 تساوي 3، هذا الخط هنا قيمته 3، فتتغير من هذا قيمه ال y1 الى y2. زين الاكس ضمن هذا الاريا الاولى ايش قد؟ تبدي من هاي النقطه، تجي من هاي النقطة تنتهي إلى هاي النقطة، هاي الأكس أكسس من هاي النقطة إلى هاي النقطة، هاي النقطة هنا ايش قد قيمتها الأكس؟ هنا الواي 3 صح لو لا؟ هذه معادلة الخط المستقيم، معادلة الخط المستقيم تبدي واي يساوي ناقصا أكس زائدا 1، زائدا 1 عفوا،
هنا الواجب نازل قيمه 3 اعلى نقطه هنا التقاطع هنا اساويها هذا ويا هذا اشيل هنا عوض 3 يساوي لنا 3 اشيل هذا خلي يساوي لنا 3 فالاكس يساوي لنا ناقص 2 هنا قيمه اكس ناقص 2 فيبدي عين من ناقص 2 عوضها بالمعادله الى حد هذا الصفر هذا الصفر هنا زين اجي على المنطقه الثانيه المنطقه الثانيه قسمناها منطقتين الواي مين تتغير تتغير من هاي المعادله مال الخط هاي اتجاه الواي اللي هي معادله الخط هاي واي تساوي لنا اكس زائد 1 هاي واي 1 الواي 2 هنا همينا هنا الواي 2 همينا 3 لانه الخط مستقيم هذا يبدي من x زائد 1 y1 الى y2 3 هنا ايش قد الاكس؟ الاكس مين تغير؟ بهاي المنطقه هاي المنطقه الثانيه يتغير الاكس من هذا الخط الى هنا الى حد هنا فيبدي من الصفر هذا هنا هنا ايش قد قيمه الاكس؟ عوض المعادله مكان y3 اساويهن يعني اساوي معادلتين هاي المعادله وهاي المعادله يصير 3 يساوي لنا x زائد 1 الاكس يساوي لنا 2 نقول واحد ناقص اثنين فيبدي من الصفر الى اثنين فحولناها الى معادلتين ليش معادلتين؟ لانه هذا باتجاه الواي اكسس ادي هذا الخط هذا الخط شو عين الخط انتبه لي ليش سويناها اثنين؟ هذا الخط غير مستمر لو مستمر فلهنا انا هيك مستمر خط واحد لاين واحد فكان تغير مالته منا الى هنا اوكي بس هو هذا لاين وهنا بالجهه الثانيه بدا غير معادله غير خط فاضطريت انه اسويها الى جزئين واضح طلاب هسه عندي هذا المثال شو هسه هاي الامثله حاولوا تكملون الحل مالته على المحاضره الجايه على مود اذا عندكم سؤال نقدر نتناقش به ان شاء الله عندنا هسه هذا المثال اخر مثال اكسبونينشال اكس تربيع دي اكس دي واي هسه هنا ايجاد هاي المساحه منطينا اياها دي اكس دي واي هنا اذا اريد اكامل بالبدايه قلنا المنا كامل اكامل للاكس تكامل هذا للاكس شو يقول الاكسبونينشال التكامل؟ الاكسبونينشال التكامل ما تقول لي نفسه اي نفسه ينزل بالتكامل اذا وفرت مشتقه الاس مشتقة الأس هنا ايش قد عندي؟ مشتقة الأس هي 2x هنا 2x موجودة ما موجودة أقدر أوفرها ما أقدر أوفرها ليش؟ لأنه متغير لو أي ثابت أقدر أوفرها لو بس رقم ثابت بكل سهولة أقدر أوفرها لأنه أضرب فيه واحد يعني هو على نفسه نفس الرقم على نفسه أطلع خارج التكامل فأقدر أوفر الرقم الثابت الكونستات أقدر أوفرها بس الفاريبل ما أقدر أوفرها باعتبار ما عندي هنا 2x ما متوفره مشتقه الاس فصعبه كامله فالاسهل شو اسوي؟ اقلبها اكامل للواي وبعدين للاكس لما اكامل للواي شو يصير عندي تكامل الواي؟ تكامل الواي هذا اعتبره ثابت ينزل فالتكامل مالته بس واي السهوله انه تقلب ولكن من اقلبها من اقلب التكامل هذا شنو؟ لازم اقلب الحدود مالته همين يعني صح ولا لا؟ قلنا من اقلب التكامل سويته بدال الدي اكس دي واي سويته دي واي دي اكس لازم اقلب الحدود مالته اجي من اقلب الحدود مالته شو يصير عندي؟ عندي هسه هنا الخط هذا هذا معناته شو معناته؟ هاي انتبهي من اكس 1 صح ولا لا؟ الى اكس 2 فالاكس 1 هو شنو عباره عن؟ واي على 2 هذا الاكس باعتبار على واي على 2 صح ولا لا؟ الواي شو يساوي لنا؟ الواي يساوي لنا 2 اكس من اقلبها حيصير عندي الواي 2 اكس صارت هاي المعادله وليس هاي نفسها لانه حولت التكامل لان البدايه كان عندي الدي اكس كان التكامل يتغير من عندي بهالاتجاه صح ولا لا؟ هذا الاتجاه زين هذا الرسم مال الاكس يساوي نوع 2 هنا شو يقول لي الاكس 1
قيمته واحد، هاي واحد طبعاً. لذلك شان عندي كان دي اكس يتغير، يتغير من هذا الى هذا. هسه من ارد اغيرها بهالطريقه، من ارد دي من هالاتجاه لهالاتجاه، مش حيصير عندي، حيصير عندي من الصفر الى معادله هذا، معادله هذا بدلاله الواي، هاي الاكس او هاي بدلاله الواي، شو اقدر احوله؟ الواي طرفين وسطين شو يساوي لنا؟ 2 اكس، يبدي من الصفر الى واي 2 اكس، وبهالاتجاه حيساوي لنا يطلع يبقى عندي مال اكس اكسس هذا الاتجاه من الصفر الى واحد، من صفر الى واحد. واضح ولا؟ ولا اكس 1 هسه من كامل ثاني بسهوله بس ضفت الواي طلع عندي هسه التكامل مالته، عوضت 2 اكس بعدين عوضت الصفر طلع عندي هذا التكامل. هسه من هذا التكامل شوف هنا هسه مشتقة الاس توفرت صارت هذا الاكسبوننشال، مشتقة الاس مالته ايش قد 2 اكس، ما دام الاكسبوننشال مشتقة الاس متوفره التكامل مالته نفسه فينزل هذا نفس التكامل، ينزل نفسه اكسبوننشال حدوده من صفر لواحد عوض عوض صفر بعدين واحد. طلاب اكو سؤال؟ تسمعوني ولا لا؟ صوت واضح؟ واضح دكتور واضح. اكو سؤال؟ اكو سؤال عليها؟ عندنا هذا اكزامبل، هذا فايند ذا فوليوم، ايجاد الحجم للسوليد يعني الكتله سوليد باوند محصوره بيمن، محصوره باوند باي ذا سلندر، محصوره ضمن سلندر، هذا سلندر، هذا سلندر يعني اسطوانه، محصوره ضمن اسطوانه. معادله الاسطوانه هاي معادلته اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 4 اللي هي معادله مال الدائره. اند وين محصوره بيمن؟ ذا بلين، هذا البلين، هذا المستوي بلين واي يساوي لنا واي زائد زد يساوي لنا 4، هذا معادله المستوي هذا والصفر، يعني تبدي من هنا هاي الصفر، هذا هذا زد قيمه الصفر هنا، يعني تبدي من هنا لهنا، هاي من هاي لهنا بالضبط، على الاسطوانه من هنا من الصفر الى حد هذا المستوي. واضح؟ فيريد ايجاد حجم هاي الاسطوانه اللي هاي معادله مالتها مال الدائره. زين شو عندنا؟ احنا عندنا الزد شو يساوي لنا؟ الزد من هنا الى هنا هاي طلع قيمه الزد، الزد شو يساوي لنا؟ هاي مال معادله البلين زد يساوي لنا 4 ماينس واي، 4 ناقص واي، هاي الزد من هاي الصفر لهنا الى حد هاي الزد، هاي المعادلة مال البلين. هسه اريد دي اي، دي اي هي عبارة قلنا عن دي واي في الدي اكس، دي واي في الدي اكس. زين اذا دي واي في الدي اكس، اذا خليت الواي بالداخل فلازم هنا تكون ضمن متغيرات، من اطلعها؟ اطلعها من معادلة الاسطوانة، هاي معادلة الدائرة. هنا ايش قد الواي، ايش قد حتساوي لنا الواي؟ يساوي لنا الواي تربيع يساوي لنا 4 ناقصا اكس تربيع من هالمعادله. الواي ايش حتساوي لنا؟ الواي يساوي لنا زائد ناقص تحت الجذر 4 ناقصا اكس ماينص اكس تربيع. الواي تربيع يساوي لنا قلنا اكس تربيع العفو هنا 4 ناقصا اكس تربيع. الواي ايش حيساوي لنا؟ قلنا هاي حكتبه هنا يساوي لنا زائد ناقص، ناخذ الجذر مالته يعطينا اما سالب او موجب، 4 ناقصا اكس تربيع، هاي قيمه واي. فمعناتها الواي، هاي الواي، هاي تغير واي، تتغير هاي الواي، هاي الواي تتغير مين دي وين؟ تتغير من ناقص جذر 4 ناقص اكس تربيع الى موجب، الى هذه تتغير من هذه الى هنا هاي الواي. واضح؟ تتغير الواي من ناقص جذر 4 ناقص اكس تربيع الى موجب 4 ناقص اكس تربيع،
من هاي القيمة السالبة إلى هاي القيمة الموجبة الواي. أما الأكس مين تتغير قيمة الأكس؟ الأكس هي عبارة تتغير هاي تايرونتين هاي القيمة إلى همينة إلى حد هاي القيمة تغير محور الأكس أكسس. هاي جد قيمتها؟ قيمتها هي عبارة عن هذا نصف قطر هاي لين دائرة نصف قطر نصف دائرة جد نصف القطر تربيع هذا R تربيع نصف القطر. الR جد قيمته معناته الR 2 فمعناته من هنا يروح 2 هنا سالب 2 وهنا موجب 2 خلال المعادلة. فمن سالب 2 الX إلى موجب 2 أجي أكاملها بالبداية طلع ناتج تكامل هذا بالبداية مع دي واي أكامله وبعدين أكامله لل دي إكس تكامل لل دي واي فهو 4 واي هاي يضيف لها التربيع يصير 4 يصير واي تربيع على 2 واي تربيع على 2 عوض بالبداية الجذر الموجب بعدين ناقصين الجذر السالب وطلعها يطلع عندك هذه القيمة. هسه وراء ما يطلع قيمة كاملها لل دي إكس كاملها لل إكس وطلعها. عندنا لو كنت أقلبها بالعكس أريد أسويها بالبداية dx dy الأريا فالناتج التكامل حس عندي ناتج التكامل حدوده ال dx هنا أنا حطلع منه أنا أطلع ال x ال x شو حتساوي لنا هاي هنا شو حق القناة ال x شو حتساوي لنا ساوي لنا أنقل هالطرف هم أربعة ناقصا y تربيع تحت الجذر زائد ناقص هاي الاكس. فاذا حيكون الاكس مين حتنتقل من جذر ناقصا أربعة ناقصا y تربيع الى موجب جذر أربعة ناقصا y تربيع. الواي ايش قد حيصير عندها؟ هو نفس القطر نفس القطر نفسه حيصير الواي حصير بالضبط هو حيكون الثابت حيكون قيمته من سالب 2 الى موجب 2 الواي واضح هذا حيكون. هاي مسائل حاولوا تحلون قسم منها. هاي عندنا امثله حلونا كل فدتين منها ودزونا اياها حسوي لكم على الصفحه اسايمنت دزونا اياها على الصفحه اي اثنين اختاروها اي اثنين منهم. حسنا هذا المثال الاخير يوز دبل انتجرال لايجاد المساحه area of the rectangular area between parallel parabola هنا هذا واي يساوي لنا نصف x تربيع and line y يساوي لنا 2x. نجي هسه البارابولا هي هذا نرسم x نصف x تربيع هذا البارابولا اللي هو وهذا line y يساوي لنا 2x. مطلوب ايجاد الاريا قلنا هسه نشوف تحرك ذا اتجاه اهم شيء ناخذ ذا اتجاه الفيرتيكال من هنا لهنا فهذا يعتبر الواي 1 هنا وهذا يعتبر اللاين الواي 2. ال y1 شنو قيمته؟ x تربيع على 2 هذا x تربيع على 2 الى هذا اللاين جد 2x هذا اللاين يبدي من هنا لهنا dy dy باتجاه الفيرتيكال ال x من هنا لهنا من هاي النقطة الى هاي النقطة لازم اطلع نقطة تقاطع. شلون اطلع نقطة تقاطع؟ اساوي بين المستقيم والقوس اقول 2x يساوي لنا x تربيع على 2 واضح لو لا؟ شو يصير؟ x تربيع ناقصا 4x يساوي لنا صفر. هذا في 2 هذا يروح لي يساوي 4 اجيب هالطرف يساوي بالسالب يساوي لنا صفر. ف x عامل مشترك يبقى لنا x ماينس 4 فاما x يساوي لنا صفر او ال x يساوي لنا 4 لو x صفر لو 4 فمعناته نقطة تقاطع هنا صفر وأربعة حدودها من دي وين؟ من الصفر للأربعة
هاي قيمة الأكس تغير من نانا من صفر إلى حد الأربعة بالاتجاه الأفقي. إذا أريد أقلب التكامل مالتي أقلبه أقول أريد أسوي بدال دي واي دي اكس أسوي بالعكس دي اكس دي واي أسوي فالاكس اكس يمين يتغير بالبداية هذا كان باتجاه الاكس بالبداية الاكس اكس يتغير من الاتجاه هذا من هنا فهذا الاكس واي يصير وهذا يصير الاكس تو هنا الاكس واي هاي المعادلة ما تشكد هذا واي يساوي لنا 2 اكس فالاكس شو يساوي لنا الاكس شو يساوي لنا قسم على 2 يساوي نص واي نص واي هنا معادلتها الواي يساوي لنا اكس تربيع على 2 الاكس تربيع شو يساوي لنا 2 واي تحت الجذر نضرب هذا 2 واي الاكس شو يساوي لنا جذر 2 واي فيبدي من واي على 2 شوف حسب من واي على 2 الى غرته الى جذر 2 واي اوكي زين محور واي يتغير من هذا لهنا طلعنا احنا نقاط تقاطع ذيك السين طلعناها نفس العمليه نسويها او عوضها هنا اذا هنا اكس صفر الواي شو قيمته ايضا صفر اذا هنا صفر اكس طلع مو صفر قبل شوي طلعنا صفر اما اكس صفر قلنا او اكس 4 اذا اكس 0 الواي شو قيمته صفر عوض باي معادله زين اذا الاكس 4 الواي هنا شو قيمته معناته اذا الواي 4 4 اكس 4 الواي شو 4 في 2 8 هاي 8 يبدي من 0 الى 8 واضح فانت تقدر كامل اما دي اكس دي واي او دي واي دي اكس هذا بايجاد ايري هنا يقول لك هو يقول لك جد استخدم الدبل انتجرال تكامل المزدوج تو فايند اريا ضمن هاي المنطقه محصوره بالبارابولا هذه والبارابولا هذه ومو منطيك المعادله مال الاريا اريا مطلقه منطيك اياها مو معادله بلين عادي فمن منطيك معادله مطلقه فراسا بس دي اي تكامل حدود تكامل دبل انتجرال والدي اي قلنا انتم لازم هاي تعرفوا تعرفوا بعد يساوي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس يوز دبل انتجرال هسه من ايجاد تو فايند هسه الحجم اوف ذا سوليد باوندد باي ذا كوردينيت بلين اند هذا المستوي هسه هذا المستوي ما زال يريد الحجم فهذا المستوي كامل للاريا طلع طلع الفوليوم الحجم فدي واي دي اكس حدوده ميلي وين حدوده منطقيا سوى هذا الشكل منطقيا هو هي منطق الكوردينات الاحداثيات مال مستوي واضح منطق احداثيات المستوي فهنا الواي تغير الواي تغير مالته راح يكون تغير الواي مالته تبيلي معادلة الواي واي يساوي لنا 2 ناقصا هذه المعادلة مالته معادلة مستوي 4 ناقصا 4 اكس ناقصا 2 واي الواي ونقلها الطرف شو يصير 2 واي شو يساوي لنا هاي المعادلة كلها اللي هي 4 ناقصا 4 اكس 2 واي هاي الواي شو يساوي لنا قسم على 2 2 ناقصا 2 اكس هاي معادلة الواي واضح ولا لا؟ هاي معادله الواي فاذا اطلع الدي واي بالبدايه تغير مالته من هذا الى هذا من الصفر الى هذه المعادله مال واي 1 واضح ولا لا؟ الاكس تغير مالته من اللي وين؟ الاكس اكسس من الصفر هو منطيك الاحداثيات الى واحد هذا منطيك اياها هنا هو منطيك اياها الاحداثيات هاي النقطه هو منطيك اياها هاي الاحداثيات هنا باتجاه الزد اكسس 4 فتغير مال الاكس اكسس من الصفر الى الواحد واضح واذا اقلبها هم هنا هنا اطلع الاكس
إذا أقلبتها بالعكس إذا أسويها فأطلع قيمة الأكس. الأكس شو يساوي لنا؟ الأكس نقلها للطرف هذه من هالمعادلة هذه. شو نقول؟ أقول 4 أكس شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 4 ناقصا 2 واي. الأكس شو حيساوي لنا؟ يساوي لنا 1 ناقصا واي على 2. فإذا أريد أسويها بالعكس دي أكس دي واي فمعناتها منين حتغير الأكس أكسس؟ من الصفر من الصفر إلى هاي العدد. هذا سويه دبل اكسس من الصفر الى اكس 1 اللي هي 1 ناقصا واي على 2. هنا الدي اكس بعدين الدي واي. الدي واي من تغير هاي تكون دي واي من الصفر ل 2 من الصفر الى 2 اذا تقلبها تكامل. طلع اكس 1